بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فنحن على أطراف مدينة خرج منها إمام عظيم من أئمة الإسلام، ربما قل أن يوجد مثله في التاريخ الإسلامي المتأخر. أذكر أن وفدا من تركيا زارني قبل ما يقرب من 20 سنة في الشام، فقلت لهم أنا أحترم الأتراك جميعا من أجل إمامين عظيمين، منهما شيخ الإسلام الكوثري رضي الله تعالى عنه، والثاني هو شيخ الإسلام مصطفى صبري أفندي. وقلت آنذاك إن هذا الإمام العظيم ربما ظلمه عصره، فهو يشبه علماء القرن السادس أو السابع، وكأنه ليس من أهل هذا الزمان على ذلك التبحر وتلك السعة في العلوم، ألا وهو شيخ الإسلام محمد زاهد الكوثري حجة الله تعالى على خلقه. نشأ في هذه المدينة من أصل تشركسي من بلاد القوقاز، لكنه عاش في هذه المدينة وتلقى علومه الأولى، ثم انتقل في الخلافة العثمانية يتلقى العلوم حتى تبحر فيها وصار إمام الأئمة وشيخ الأمة. شيخ الإسلام محمد زاهد الكوثري قد ترجمناه في سلسلة طويلة في حلقات متعددة، ولكن هذا الرجل كان أمة حيث بخ المال الهائل في سبيل نشر البدع، ولا سيما بدعة التجسيم، وكذلك البدعة اللامذهبية، وكذلك اقتطاس التصوف العظيم. فوقف هذا الإمام وحده بالمرصاد، لم يكن يملك تلك الأموال الهائلة، ولم يجامل أحدا في دين الله سبحانه. في أول أمره كان راتبه في الخلافة العثمانية يزيد على 40 ليرة ذهبية عثمانية. لو أراد الدنيا وسعى لها سعيها لكان من كبار الأغنياء، كما نجد في قرى كثيرة. قاضي كوي يعني قرية القاضي، كل عالم من العلماء أو إمام من الأئمة يستطيع أن يشتري قرية كاملة إذا ما أراد الدنيا، ولكن شيخ مشايخنا رضي الله تعالى عنه أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ولا أزكي على الله أحدا. خرج من هذه الدنيا وفي جيبه 5 قروش أو 10 قروش، حدثني بذلك شيخنا الإمام المحدث الحجة نور الدين عتر رحمه الله ورضي الله عنه، وقال لي إنهم لم يجدوا شيئا يباع في بيته ليكفن به حتى اشترى الكفن الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله. وفي حفل تأبينه، والشيخ محمد أبو زهرة في حفل التأبين ذكر الكوثري رضي الله عنه ووصفه 7 مرات بلفظ الإمام في جلسة واحدة. وأبو زهرة معروف في علماء مصر، يعني كان معتدا بنفسه وما كان يعجبه العجب وما كان يقتضي كثيرا من أهل عصره. حينما يصف الإمام الكوثري 7 مرات في مكان واحد لأنه الإمام، فهو إمام بلا شك. هذا الرجل أعطى العلم حقه وما كان يتزق بدينه، حتى الأموال التي كانت تأتي من طباعة كتبه ما كان يأخذ من ذلك شيئا، حتى الهدايا التي ترسلها المطبعة فيقولون له خذها هدية تصدق بها لمن شئت، فيقول أنتم تصدقوا، فما كان يدخل في جيبه شيء من هذا المال. هذا الرجل محدث من الطراز الأول، فقيه من الطراز الأول، متكلم من الطراز الأول، لغوي بارع، جامع للمعقول والمنقول، مع زهد في الدنيا
فهو إمام من أئمة النقشبندية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أخذ من الشيخ القمشخانوي رضي الله تعالى عن الجميع. مثل هذا الرجل حجة الله تعالى على خلقه في هذا الزمان المتأخر. كان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، وهو من هو في تقدمه في العلوم، يقول: ما من عالم أو شيخ من شيوخ من الشيوخ من أهل عصرنا إلا وكنت أتمنى أن أكون مثله أو قريبا منه ولو بعد حين، إلا الكوثري فكنت أرى الطريق طويلا جدا، فما نعلم أحدا وصل إلى مرتبته في العلوم في عصره الذي عاش فيه. حتى سمعت من شيخنا العلامة علي الجمعة رضي الله عنه قال: الإمام الكوثري كان مشرفا على العلم، فكأن العلم تحته لكثرة ما تبحر في علوم الدين ولكثرة ما فتح الله عليه. تصوروا أن اللامذهبية يحاولون تحطيم المذاهب، فطبعوا الإحكام لابن حزم لما فيه من، وكذلك المحلى لما فيه من انتقاص لعلماء المذاهب الأربعة وتحطيم للمذهبية وللتقليد المذهبي. ألف رسالة صغيرة سماها اللامذهبية قنطرة اللادينية، ولكن لم يستطع أن يطبع كتبا كبيرة، فطبع كتابا صغيرا النبذ في أصول الفقه لابن حزم ليعلق عليه بما يفسد مذهبه الفاسد. ثبت الناس على السنة، كان شيخ الإسلام مصطفى صبري يثبت الناس على أصل الدين، أما الإمام الكوثري فقد كان يثبت الناس على الدنيا، على يثبتهم على السنة في هذه الدنيا. وما رأيت واحدا من العلماء أو الباحثين من إخواننا أو أساتذتنا إلا وهو منقهر منبهر بالإمام الكوثري. ذكرته أمام شيخنا البوطي رضي الله تعالى عنه فقال، فشهد له بالإمامة والتقدم، الشيخ الشاذلي النيفر في تونس وهو من كبار العلماء زاره بعض أصدقائنا وزملائنا فأوصاهم بالقراءة للكوثري، وكذلك شيخنا الشيخ علي الجمعة. وأذكر أني لقيت الدكتور أبو بكر سيفن حفظه الله وهو من أبرز علماء الأتراك، فقلت له: لقد تغيرت حياتي حينما قرأت للإمام الكوثري، عرفت معنى العلم وعرفت معنى العلماء وعرفت معنى الرسوخ في العلم. فقال لي: وكذلك أنا حينما قرأت للكوثري تغيرت حياتي. أخونا الباحث المتكلم المدقق الأستاذ سعيد فودة قال: كنا نعتمد اعتمادا كاملا على ما كتبه الإمام الكوثري، فقد أنار الطريق لمن بعده، فما من كتاب ينصر السنة ويقمع البدعة إلا نشره أو أمر بنشره أو أوصى به، حيث كان جمهرة من العلوم تمشي على الأرض. هذا الإمام الجليل الحبر الولي الصالح نشأ في هذه المدينة الجميلة، ولكنه في سبيل الله سبحانه وتعالى خرج مهاجرا إلى الله ورسوله، فمات في أرض الهجرة، مات في مصر مهاجرا إلى الله تعالى ورسوله. وحينما ذهب إلى الشام فترة من الزمن واقترحوا عليه أن يقيم بالشام لأنها قريبة من أجواء منطقته وبلدته، فتركها وذهب إلى مصر مع أنها شديدة الحرارة لأن الأجواء هناك علمية أكثر. وذكرت في تسجيلات سابقة أنه لتواضعه رضي الله تعالى عنه جلس حينما جلس في وقف الطلبة الأتراك مع طلاب العلم يتعلم على شيوخ الأزهر، مع أنه يفوقهم علما جميعا بشهادة تلاميذه وبشهادة من رد عليه من الأزهريين. أذكر أني قرأت لشيخ مشايخنا الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري وهو أيضا معتد بنفسه جدا، قال: أرى نفسي ثالث ثلاثة في العصر. الشيخ عبد الله بن الصديق ادعى الاجتهاد المطلق وكان جامعا للعلوم
العقلية والنقلية. يقول وما يقول وأنا أرى نفسي ثالث ثلاثة من أهل العصر، أما الأول فهو الإمام الكوثري، وأما الثاني فهو الشيخ يوسف الدجوي، وأنا الثالث. لاحظ مكانة هذا الإمام الحبر بين العلماء. حينما مررنا بهذا الطريق رأينا الواجب يحتم علينا أن نتكلم عن سيرة هذا الإمام الجليل الحبر الولي الصادق، عسى أن ينتفع بها مسلم من المسلمين، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا به تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مع تمام اللطف والعافية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.